شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يجبر بخاطر حد، اهو جبر بخاطر ميسي. اه والله، يعني بعد هزيمه ساحقه اتهزمتها الارجنتين وفازت فيها السعوديه، خد بالك، وميسي مسك راسه ونهار وحاجه، اللي هو لا يمكن. ربنا برضو ايه شاء انه يجبر بخاطره. فمنتخب الارجنتين يكسب المباراه بتاعته مع كرواتيا 3-0 كده، خلاص طالع نهائي، الحمد لله على السلامه. اه طب وبعدين يا جماعه، ده معناها بقى انه المغرب ان شاء الله يا رب يا رب يا رب تكسب فرنسا وتطلع المغرب تلعب مع الارجنتين. طبعا انا احلامي بقى ايه، احلامي كبيره، ويا سلام سلم لو المغرب هزمت الارجنتين كمان وتبقى المغرب اول منتخب عربي ياخد المونديال. يا خبر ابيض، ايه ده، ده يبقى حدث الاحداث، اقيموا الافراح والليالي الملاح فعلا، حاجه بقى ساعتها تدعو الى تفاؤل كل المنتخبات العربيه. يعني نحس بقى كده انه الايه، البوابه اتفتحت لنا جميعا، المغرب تبقى خطت برجلها. وبالمناسبه هي كده كده المغرب عملت بالفعل انجازها التاريخي. خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الكبير والمحترم والبارز صديقي العزيز احمد درويش. ابو حميد استاذ يوسف، وحشني. عامل ايه؟ وحشني اكتر، اخباركم ايه؟ ربنا يخليك، دايما بستمتع بيك. والله يا حبيبي ربنا يخليك، ده احنا اللي بنستمتع بيك. كلمني على مباراة الارجنتين وكرواتيا وقول لي توقعاتك للمغرب وفرنسا. مبدئيا هو تحدي، كان تحدي صعب جدا ليونيل ميسي. يعني انا سامع حضرتك بتتكلم عن ميسي، واما تاخد صدمة في اول بطولة ودي من المتوقع ان تكون النهاية او سطر النهاية في تاريخك. فميسي طبعا دي كانت القطعة الناقصة عشان يقفل اللعبة، انه ياخد كاس العالم بالبلدي كده. دايما ميسي بيتحط في مقارنات مع اساطير كبيرة، فبيقول لك لا، مثلا يعني مع مارادونا، يقول لك مارادونا جاب كاس العالم 86 لوحده منتخب الارجنتين. صح. ميسي عمل ايه؟ بيليه جاب 2 كاس عالم للبرازيل وهو لسه صغير وهو بيختم، ميسي عمل ايه؟ طيب القطعة الناقصة في تاريخ ميسي مع الارجنتين قد تكتمل، لكن النهارده ميسي عمل شويه ارقام قياسيه كده يا استاذ يوسف، لازم المشاهد وهو معاك يبقى عارفها. قول لي. يعني عارف ان هو كده بقى اكتر لعيب في تاريخ كاس العالم خد ماتشات، 25 مباراه كده، عادل رقم الالماني ماتيوس بتاع المانيا. ده انجاز لميسي. حلو. ميسي النهارده بقى 19 مره اكتر لعيب بيحمل شارط قياده منتخب في كاس العالم، 19 مباراه كده، عدى ماركيز بتاع المكسيك، ده رقم قياس، احنا بنتكلم عن الناس بقى الهداف التاريخي منتخب الارجنتين في كاس العالم، وعدى جابرييل باتيستوتا الهداف التاريخي. بقى عنده 11 هدف ولسه عنده ماتش، سواء نهائي قصدي ماتش نهائي. طب ممكن يزود اهدافه كده، بقى سادس لعيب في تاريخ كاس العالم اللي بيسجل اجوان ودور 16 ودور الأربعة ودور الثمانية، دور الثمانية ودور الأربعة، ده رقم قياسي. أكبر لعيب في تاريخ كأس العالم يسجل 5 أجوان في الكورة. النهارده ميسي مواليد شهر 6 87، يعني 35 سنة ونص، ده رقم قياسي. الأخير بقى عشان إيه نقفل الصفحة دي، بقى أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم بيساهم ب 20 جول، يعني سجل 11 وعمل 9 اسيست، زي مثلا الاسيست الاخير اللي انت شفته في الهدف الاخير بتاع كواتي. ادي ميسي. فكده ميسي ناقصه ايه يا استاذ يوسف؟ انه يطلع على المنصه، وهذا ما لا نتمناه عشان في وجود منتخب عربي معانا بنحبه. أيوه. ونشجعه وندعمه. طبعا. هو منتخب المغرب. حلو قوي. ميسي تاريخ حافل، اسطوره لن يتكرر. طيب كده ادي ميسي. كده ميسي. تعالى بقى ندخل على مباراة مرتقبة منتظرينها بفارغ الصبر، المغرب وفرنسا. شوف، المغرب أطاحت بمستحيلات في كرة القدم. يعني عشان نقدر نقولك إن المغرب فرصتها صعبة وي على الورق، لكن منتخب فرنسا هو نفس منتخب فرنسا اللي هزم من تونس. كان ما كانش فيه لعيبة أساسية كتير بتلعب، وي هزم من تونس. المغرب، مين فينا كان يحلم ان منتخب المغرب حتى في
في مجموعة فيها بلجيكا تاني العالم في التصنيف، وكرواتيا وصيف النسخة الأخيرة من كأس العالم 2018 يصعد على حسابهم منتخب المغرب كأول. مين كان يقدر يتوقع أو يحلم إن منتخب المغرب يوصل نصف نهائي كأس العالم وما دخلش مرمى غير هدف عكسي من مدافع المغرب؟ محدش كان يوصل كده. فعشان اقول لك ان من المستحيل ان يوصل كاس العالم او نهائي كاس العالم، زمن المستحيل انتهى بما فعله المغرب كافريقيا وكعرب. اللي بيحصل في كاس العالم 2022 حطم كل المستحيلات. نحن او احنا بالبلد يعني بنحلم زي انت ما بتحلم كده، بنحلم بسيناريو مغربي في نهائي كاس العالم، فرنسا فيها مبابي، فرنسا فيها جريزمان، فيها جيرو، فيها عد حدث ولا حرج. لكن المغرب عندهم مدير فني واقعي، لازم نتكلم عن مدير فني اول يا استاذ يوسف، عشان تصريحاته النهارده تدرس. وليد الركراكي قال ايه وليد الركراكي يا استاذ يوسف النهارده في المؤتمر الصحفي؟ قال لهم مين قال لكم ان انا سعيد ان انا وصلت نهائي نص نهائي كاس العالم؟ انا بحلم اوصل نهائي كاس العالم. يا عيني، يعني طموحي من الاخر، مع ان احنا ايه؟ احنا فرحانين وطايرين. انا طموحي اوصل نهائي كاس العالم. عارف الركراكي لو وصل نهائي كاس العالم هيقول لك ايه؟ انا طموحي اكسب، انا جاي اكسب كاس العالم. بيعلي سقف الطموح لعيبته ولفرقته ولشعبه والوطن العربي والقاره الافريقيه. دور الكومبارس انتهى، او التمثيل المشرف حطمته او حطمه منتخب المغرب السنه دي. عشان كده بقول هو على سقف الطموح هنا جميعا. فاحنا نامل مواجهه على ارض الملعب صعبه جدا، لكن بالحماس والروح والجماهير، المغرب بيلعب في قطر كانه بيلعب في دار بيضاء او طنجه. اوكي، بالتالي محصن بدعوات الملايين. حلو، الناس بتدعي. نامل وننتظر، ويا رب يا رب يا رب. احنا منتظرين الماتش بكره، وهتلاقينا برضو عمالين بنزن عليك بقى ايه اللي هو اول ما هتلاقي الماتش بيخلص هتلاقينا احنا قاعدين كده ايه الحقنا يا احمد يا درويش، عايزين ساعتها نفرح سوا. انت يا رب باذن الله خير باذن الله. اشكرك جدا 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 يا احمد، ويا رب يا رب المغرب يفوز بكره باذن الله ويوصل بقى كده للنهائي، ويا رب ياخد النهائي. ساعتها بقى هقول لكم ايه اللي بيدور في دماغي. انا عندي خطه كبيره قوي للمنتخب المصري، طبعا ماليش اي علاقه بالكوره بس برضو عندي خطه.